حابة حضراتكم مرة تانية، وإحنا بنتكلم لسه عن 25 يناير، وإحنا بنتكلم عن جهاز الشرطة، بنتكلم عن عيد الشرطة. عايزين نفتكر كويس جدا فترة كانت مهمة وفي نفس الوقت كانت عصيبة من عمر الوطن وصعبة جدا، كان فيها حالة من الفوضى والنهب والسرقة والتخريب ومحاولات وخطف للثورة وحاجات كتير جدا. في الوقت ده كان لازم يكون في اللي بيحمي الثورة، اللي بيحمي الوطن ومقدرات الوطن، كان لازم يكون في حد يقول لا للتخريب، وهنا نقول جهاز الشرطة اللي برضو كان فيه محاولات كتير للوقيعة بين أفراد الوطن وبين أفراد الشرطة، لكن احنا بنقول الحمد لله على مرحلة التعافي اللي حصلت. تعالوا نشوف الفترة من 2011 لغاية النهاردة ايه اللي حصل فيها والتطور اللي حصل في جهاز الشرطة، علاقة المصريين بيهم. سعدني وشرفني يكون ضيفي دكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسي حزب التجمع. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، وكل المصريين والشرطه طيبين، والمصريين كلهم طيبين بعيد الثوره المجيد 25 يناير، هذه الثوره اللي اثبتت معدن اصيل لهذا الشعب المصري، وكل سنه والشرطه طيبه بالانجازات اللي عملتها حقيقه، خاصه عندما وقفت ضد الاستعمار البريطاني ورفضت التسليم المؤسسة الداخلية في الإسماعيلية للاستعمار البريطاني، وتحيزت لصالح الشعب المصري ولصالح الاستقلال الوطني. عشان كده كلنا فخورين وسعداء بتخليد التاريخ ده أو الذكرى دي لغاية النهاردة أنها أصبحت عيد رسمي. صحيح. للشرطة المصرية. أنا عايز أبدأ مع حضرتك بحال الشرطة، وده يعني احنا لازم كل فترة نعيد حساباتنا ونقيم أمورنا عشان يكون في أفضل، مهما كان عندنا مشاكل بنعترف بها ونحاول نصلحها. ما قبل 2011 وما بعد 2011 جهاز الشرطة؟ طبعا جهاز الشرطة كان ما قبل 2011، أنا وجهة نظري كان في حاجات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وضحت مدى قسوة بعض، ولا أقول جهاز الشرطة فيه عناصر جيدة جدا وممتازة وطنية، وهذا لا أحد ينكر، والأغلبية هكذا، ولكن زي أي جهاز وأي إدارة في مصر، بين زي أطباء فيه الناس كويسين، أغلبية كويسين، ولكن فيه برضو بعض العناصر زي المهندسين زي الاقتصاديين زي أي حاجة، طبيعة الحياة نفسها فيه فالح وفيه طالح، والأغلبية هم الفالح والكويس وكده، لكن في بعض عناصر وضحت أن في بعض الممارسات التي مورست والتي كانت تهدد أو أغضبت فئات من الشعب المصري، وهم بالذات عناصر الشباب، لأن الشباب هو المستقبل، فأغضبت بعض الممارسات وانتشر على الفيسبوك وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف كان رد فعل الشارع المؤسسة الشرطة نفسها سلبي، يعني قبل 2011 هذا بتحدث، ما حاولتش توضح، ما ليش تاخد إجراءات حقيقية لمواجهة هذا الغضب قبل ما يوصل للغليان وإنها تقول إنها تحاسب اللي بيحصل ده، يعني مثلا زي دلوقتي مثلا ان لو اي ممارسه شرطيه ضد القانون بيتم المحاسبه عليها، وظهرت في بيتم المحاسبه وبيطلع، واضح ان وزاره الداخليه تعلمت هذا الدرس وبقت اكثر شفافيه في هذه، بيتم علانية، يعني بيتم في العلن، يعني في العلن بالظبط، اكثر شفافيه، وهذه النقطه اكثر شفافيه وتقول هذا. فمن هنا كان في غضب شعبي او غضب شبابي ذو طبع شبابي بشكل اكيد، وبالتالي تلاقي لو تلاحظ على المظاهرات 25 يناير 2011 اما ظهرت، يعني بعد الساعة 2 كده وبعد الساعة 12 بعد صلاة الظهر بالذات ظهرت، كانت دايما كانت المطلب الأساسي هو إقالة وزير الداخلية، يعني ما كانش لسه التصعيد ما كانش جه بشكل كبير جدا، فواضح ان هما نازلين 25 يناير الساعه 12 الظهر بهدف اقاله وزير الداخليه، بهدف لان الممارسات الغير انسانيه والغير قانونيه التي مارسها بعض عناصر، واقول برضو بعض وليس الكل، لكن طالت الجهاز ليه؟ عشان التعامل، لان ما كانش في شفافيه في ذلك الوقت، وهذا وبالتالي كان في الشكل من أشكال الغضب الشعبي، غضب الشبابي على بعض هذه الممارسات، وكان المطلب 25 يناير هو إقالة وزير الداخلية، يعني ده كان المطلب في بدايات في الشرارات الأولى ل 25 يناير بعد، وكان شباب فعلا وطني، يعني مش هقول إن هو شباب مسيس، لا العكس، كان شباب وطني جدا غيور، طبعا راقم هذا بقى المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية اللي كان بيمر بيها المجتمع المصري في ذلك الوقت، في وبالذات فئة، يعني مثلا ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب
يعني بين الشباب، يعني مثلا معدل البطاله في 2009 انا 2011 انا فاكر كان حوالي 9% كما اعلن في الوزاره في من الدوله المصريه في ذلك الوقت، افتكر بين الشباب يصل حاجه 20 وحاجه و30 الشيء هو. عشان كده موضوع مثلا حجم الاقتصاد غير الرسمي، وان الشباب مش حاسس بامان اقتصادي في وطنه، فكل هذا الامر ادى الى خلي بالك كمان في تراكمات حصلت قبل كده. موضوع عبارة السلام في 2006، موضوع القطر اللي اتحرق في ليلة عيد الأضحى اللي كان رايح الصعيد، فكل هذه الممارسات والإجراءات عمل غضب للمواطن، في مخزون سلبي، كان مخزون سلبي فانفجر في هذا، واكب هذا مع الشرطة مع الغضب من بعض الممارسات اللي جاء شرطة قبل 2011، فغضب الايه الشعب المصري في 2011. وكان مجموعة من الشباب الوطني، ولا أقول عليهم أي دفع، 25 يناير يعني يوم 25 يناير ده قبل بقى ما يظهر بقى اختطاف الثورة واختطاف ال. ده يخليني أقف عند النقطة دي، وحضرتك بتقول أنه ودي حقيقة، بدايات أو شرارة الأولى للثورة كانت من شباب غير مسيس، طبعا شباب غاضب على حال وطن، شباب هو وطني غاضب، هو كان صحيح نفسه يكون في إصلاح ويكون في تغيير ويكون صحيح في مبدأ المصريين اللي خلاص رموا طوبة كل حاجة وطولها زي عرضها زي ما بيقولوا كده. لكن فجأة الحال اتغير واخترق الثورة اللي حبوا انهم ياخدوها في سكة تانية ويختطفوها. يعني لو باختصار كده أخذنا منذ لحظات اختطاف الثورة ودخول جماعات الإخوان والإرهاب لها مرورا ب 30 يونيو، الفترة دي كانت اللي حصل ان الثورة قامت هو 25 يناير زي ما قلت حضرتك، الشباب غاضب، شباب زي ما قلت حضرتك غاضب، شباب غاضب، شباب وطني جدا ليس له اي اجندات، شباب يحب بلده جدا عشان يطالب بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية وحقوقه في المواطنة، يعني بين قوسين كلمة المواطنة هو يمكن، وغير مسيس يعني واحد غير مسيس. اللي حصل إن في خضم هذا وعدد كبير من المواطنين تلاحقوا بهذه، وكانت على فكرة كانت منتشرة في مناطق، يعني ما تنتشر في مبابة، في العياض، في أرض اللواء، في عين شمس، تجمع كل، خلي بال حضرتك إن شعب مصر عنده منتاليتي يروح التحرير، يعني لو افتكر حاجة 2003 ايام غزو العراق لايران، سوري للغزو الامريكان للعراق في مارس 2003، فهاشي راح الشعب المصري راح ميدان التحرير في 72 ايام وزاره الطلبه ضد السادات، في 72 راح الطلاب للميدان التحرير، فميدان التحرير ده هو الايه يعني الحصاله بالزبط اللي نروح فيها ده، هم شايفين دي المنطقه، دي المنطقه اللي تقدر تجمع الموضوع، فكل ده راح على ميدان التحرير وكان شباب عادي خالص وتعامل معاه بشكل عادي خالص. اللي حصل ان نتيجه عدم تسييس هذا الشباب، الاحزاب نفسها ما كانتش ليها ويت في الشارع المصري، نظرا لان النظام ما قبل 2011 ما كانش بيدي للاحزاب دور في الحياه السياسيه، ولازم الحزب يبقى ليه دور اكيد ودور اكبر في الحياه السياسيه، لان الحزب هو الضمان الحقيقي لتسييس الحياه في مصر وتسييس اي شيء، يعني الحزب برضه ليه دور مهم جدا ان يبقى العمليه عمليه سياسيه، يبقى في منتاليتي وعقليه سياسيه تدير الامور، ما تبقاش بشكل عشوائي. ده اللي كان المفروض دور كان المفروض الاحزاب المفروض برضو حتى الاحزاب، ولكن الاحزاب ما كانش ليها دور بالزبط. ما كانش ليها دور حقيقي لان الشارع المصري، لان الخطاب كان من الدوله للحزب السياسي ده احزاب كرتونيه، دي احزاب مالهاش داعي، دي احزاب مصالح والكلام ده، فالاحزاب برضو ما كانتش ليها قواعدها الحقيقيه نظرا للخطاب اللي بتصدره الدوله في ذلك، ونظرا لمشاكل ذاتيه في الاحزاب نفسها، يعني المشكلتين دول. فمين بقى اللي يكسب؟ شباب سائر غاضب غير مسيس غير منظم، وحاجة تانية مين اللي يكسب؟ أكثر التنظيمات اللي ليها تنظيما ومسيسة نوعا ما ومنظمة، مين هم؟ جماعات الإخوان المسلمين، خاصة أن النظام قبل 2011 كان بيلعب مع الإخوان المسلمين دور أو بآخر. ودليل على هذا ان في سنه 2005 انتخابات 2005 كان في 20% من البرلمان كان لصالح الاخوان المسلمين، صحيح واخبار حضرتك، ساب النقابات المهنيه للاخوان المسلمين
يعني كثير من النقابات كان بيصارع الإخوان المسلمين، كان الطريق ممهد ليهم انهم يبتدوا ياخدوا الخطوة، نتيجة لان الدولة ما كانتش قادرة تقوم بدورها في عملية الخدمة التعليمية والصحية بشكل جيد. فالإخوان عملوا دخلوا هذا المجال من خلال المؤسسات الدين، المؤسسات الخدمات المدن، الخدمات الطبية في الجوامع والوحدات الصحية في الجوامع، سيطروا على ده والتعليم وكلام، فسيطروا على ما على الشعب المصري. فلما غير مسيّس شباب، غاضب سائر، غير واعي، ما فيش تنظيم رسمي أو تنظيم حقيقي وبذو وعي يقوده، فهذا التنظيم هو اللي لقى الأرض ممهدة. قالوا لهم شكرا خلاص قيادة. عملت فدخل القيادة حصل وابتدى يقتاد الثورة. طبعا كان هم بيقولوا ان احنا ما لناش في القيادة ودي ثورة عشان يبرروا وجودهم وعشان يلموا من نفسهم كمان بعض السياسيين اللي ممكن ما يكونوش قارين الصورة بشكلها الحقيقي، فابتدوا يلموا الناس ايه حواليهم. اللي حصل ان جات انتخابات، قبل انتخابات مارس 2011 التعديلات الدستورية، وابتدت بقى يظهر هنا بقى ظهر الخطاب الديني، ان الاسلام اللي هيروح يقول لي التعديلات يس يبقى ده ربنا، يبقى ده مسلم مؤمن، واللي هيقول نو يبقى ده كافر ملحد. فهنا ابتدى يظهر شكل اشكال الخطاب الديني الاقصائي، ان اي واحد يختلف معي هو كافر واي واحد يبقى معايا هو مؤمن. اذا انت معك صك الرحمن او صك الله في تدخل ده الجنه وتدخل ده النار. ومن هنا ابتدى الخطاب الساخن اللي عمل اكتر بقى انتخابات 2012، لما جت انتخابات البرلمان 2012 ف 70% البرلمان راحوا الحزبين الحريه والعداله والتنميه بتاع الحريه والعداله سوري بتاع الاخوان المسلمين وحزب النور، ده خد مش عارف حوالي 40% وده خد 30%. 70% من البرلمان راحوا لان الخطاب الديني ابتدى يشتغل هنا مع عدم تغييب ومع الخطاب ان المواطن المصري الثقافه الدينيه فيه متاصله فيه، ومع الزيت والسكر والمساعدات، مع الخلفيه التاريخيه للاخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسي انه كان بيدي خدمات تعليميه وصحيه نظرا لقصور الدوله قبل 2011 في هذا، شكلت الحاله فكل ده حصل ان الشعب المصري او عدد راحوا 100 دين وبالزيت بالسكر والكلام ده كله ادوا 70% للتيار الاسلامي. طيب خليني هي دي كانت المشكله بقى. يعني هقف مع حضرتك بس، يعني هو للاسف الوقت النهارده بيجري بسرعه جدا، لكن الحاله دي او اللي حصل ده على الرغم من التخريب ومن انها قد ايه كانت فتره صعبه، لكن كمان خلينا نقول ان كانت ليها نتيجه ايجابيه طبعا. هو كشف الوجه القبيح امام المصريين والنهارده نقدر نقول خلاص ما بقاش يضحك عليهم. 30/6 كانت تعديل مسار صحيح. من 30/6 وقت ما برضو الثورة الصحيحة بعد ما الشباب اللي كان غير منظم وكان غير مسيس فهم الدرس كويس جدا في الفترة دي ولغاية الوقت اللي احنا فيه، يعني من وجهة نظر حضرتك كده ونلخص لغاية النهاردة على مدار 5 سنين. هو اللي حصل ان الشباب فهم او المجتمع المصري، مش هقول الشباب المجتمع المصري، هنا بقى ده هنا بقى في 30/6 مش بس الشباب، ده حاجة اكبر من الشباب اللي هو بيسموه حزب الكنبة. لان بقت الست اللي قاعده في البيت المواطنه ربه المنزل اللي هي ما نزلتش ممكن 25 يناير واولادها نزلوا، لكن بدت حست ان في خطر على الدوله الوطنيه المصريه، وهنا اقول الدوله الوطنيه المصريه من خلال تنظيم ديني ذو طابع ارهابي ذو طابع اقصائي يحكم البلد، ده الدوله المصريه. ففي خطر على سينا، خطر على حلايب وشلاتين، خطر على الدوله، الدولة المصرية مهددة في سلامتها. فمن هنا كانت المرأة المصرية سواء ربة المنزل أو حزب الكنبة زي ما بيقولوا هنا بقى هو، ودي اللي نزلت بقى الشارع هنا، دي كانت في رب، وكانت 30 يونيو هي مرحلة مفصلية لتصحيح مسار وإرجاع الثورة المصرية و25 يناير من أيدي مغتصبيها جماعة الإرهاب السياسي الإخوان المسلمين سواء خيرت الشاطر ولا مرسي ولا كل هؤلاء ماشي الى احضان الشعب المصري الحقيقي. ومن هنا كانت ال 30 يونيو هي تصحيح مسار الثوره، وهي موجه اخرى من موجات ثوره 25 يناير. اذا الاصل 25 يناير، 30 يونيو تصحيح مسار وموجه من موجات، بس عاوز اقول كلمه، الثورات هي عباره عن موجات متتاليه. الثوره الفرنسيه عشان تحقق مصالحها واهدافها قعدت 40 سنه. الثورة التونسية اللي قامت في 2011 زينا 2011 زي لحد دلوقتي بيعاني من مشاكل سياسية واقتصادية ولم تحقق الثورة التونسية أهدافها. الثورات عمل تراكمي،
ما بتجيش في يوم وليلة تعملي الثورة وتجيب أهدافها. هي عمل تراكم يقعد عشرات السنين، يقعد 20 سنة طبقا لوعي الشعب وتنظيمه. صحيح. ومن هنا كان 30 يونيو هو تنظيم للشعب المصري، تنظيم لوعي الشعب المصري لإرجاع الثورة، لإرجاع الدولة الوطنية الحديثة المدنية المصرية إلى أحضان الشعب المصري. أنا بشكرك لأنك ذكرت أكثر من ثورة، لما نحطهم جنب ثورة المصريين اللي العالم كله النهاردة واقف في حالة من الذهول، أنتوا إزاي في خلال المدة البسيطة دي قمتوا بالثورة ونجحت واتخطفت منكم ورجعتوها؟ لا مش كده بس، أنتوا بتبنوا بتعمروا وابتديتوا في العمل التنموي. هذه هي الثورة الحقيقية. فهي دي الثورة. كيف يمكن بناء مجتمع حضاري تنموي حقيقي؟ لأن هذه الثورة التي هذه الأعمال والأفعال هي التي تحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية من خلال عدالة توزيع الأعباء للإصلاح الاقتصادي الذي يحدث الآن. طبعا بشكر حضرتك جدا دكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، نورتني. وكل سنة وحضرتك وكل المصريين مرة تانية طيبين. كل المصريين كلهم طيبين بعيد الثورة المجيد. شكرا لحضرتك. فاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة وجولة سريعة في أهم عناوين الصحف اليومية.